بكم في البرنامج تعليم الانطباعات حول الدورة التدريبية. معنا أخونا محمد، اسمك الكريم بفضلك. اسمي يوسف نواري. من نوادة أنت ما شاء الله. أنت طالب الآن في الدورات التدريبية؟ نعم أنا طالب. في أي مكان؟ أنا من هو وقعت في إسلامبول. نعم، بفضلك قدم بعض الانطباعات المفيدة حول هذه الدورة التدريبية. حينما أنا ذهبت أنا جئت إلى هذه الدورة التابعة للمعهد الإسلامي العربية، أنا شعرت كثيرا من الانطباعات فيهم. أنا مستعد بالتكلم اللغة العربية بالنطق اللغة العربية وكثير من الأشياء، وأنا وجدت الأساتذة هم مشفقون علينا حينما نحن نذهب إليه. نعم، شكرا، ما شاء الله أنت استفدت كثيرا، بارك الله في استفادكم. هل يمكن لك أن تذكر لي من هو مؤسس المعهد الإسلامي العربي سمحت؟ مؤسس هذه الدورة هذا المعهد الإسلامي العربية هو الشيخ صرف عالم القاسمي، دامت بركاته. نعم، من هو مدير لهذه الدورة التدريبية؟ مدير هذه الدورة التدريبية الشيخ حماد الكريم الندوي. نعم، من هم أساتذتك في هذه الدورة التدريبية؟ أساتذة هذه الدورة التدريبية الشيخ حمدان هو أمامنا، والشيخ صوبان الندوي، والشيخ نصر الدين القاسمي، والشيخ وكثيرا من الأساتذة. نعم، من ساهم ومن شارك في الحفل الافتتاحي للدورة التدريبية من علمائنا ومن العلماء الأجلاء، هل تعرف من هم؟ نعم أنا عارف في الافتتاحية كثيرا من الأدباء هم حضروا وشاركوا في الحفلة، منهم الشيخ شهاب الدين والشيخ إقبال الندوي البتكلي، الشيخ عبد الحميد الندوي البتكلي، وكثير من الأدباء وكثير من الكبار العلماء. نعم، ما شاء الله تبارك وتعالى. هل تريد وتشتاق إلى أن تقول شيء من المزيد؟ نعم، أنا أقول لكم أن الشيخ حماد الكريم الندوي إذا تكلم باللغة العربية أي بالتكلم بغير اللغة العربية هم يأخذون منا الغرامة. نعم، شكرا جزيلا على هذا الانطباع القيمة. بالنسبة إلى أخذ الغرامة لازم لكل من يكون في التدريب، لأن التدريب لا يتحقق إلا بمراعاة الأصول والضوابط للتدريب، لذلك نحن نأخذ الغرامة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحن أيضا نتمنى مزيدا من الغرامات. فشكرا جزيلا على حسن استماعكم، فجزاكم الله خيرا.